أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للرفع والنصب وجرنا صلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبت إذ تشكر. أرز كم لخزمتنا بسي زمير من خوينت هل بسي زمير دامينوا وثمان أو زمائرانا كمن سودبن مجرور جدبن. يعني اگر زمیر یک مجرور بود، مجرور بود منصوب شده به منصوب و مجرور شده به او قاعده ها. او با نمونه یه من باز کرد، کف من باز کرد، هش من باز کرد، هش وایه. بله، پاشن و من همه های نداله شرکه من نکم داره با حالتی رفع و نصب و جرن نگنجاو. يعني نا لنا زمائر كان دا جوريكا بحالة رفعة، بحالة رفعة دا، بحالة نسبة دا، بحالة جرة دا، هربو جوري. وكو اعرف بنا فإننا نلا المنح. بنا ناك محل جرة هي، إننا محل نسبة هي ناك، نلنا ناك مرفوعة شنك فاعل محل رفعة هي. إيه باشان ألف واو نون أوانا ألف واو نون كأمانة زمائر بارزن بو غائب وغير غائب بكاردين وكو قاما وإعلاما. إيه زرتك أوش أو إيه أو سيلة سلدو عيدين وصل توضيحاتك. بغي، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنسب والجر، وهو نا وأشار إليه بقوله. ومنها هل زمائر كمشتركة فيه لو 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 زميلي لا. ومنها ما الموصول معنا يعني ليردا تعبيرا للزميل لنوز ما إردا ما زميلك هي كوا شريك فيه لو زميل دا مشترك رفع نصب جرين بهما ينبكاري وهو نا يوش كنا وأشار إليه بقوله بمشيرة للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. أي صلح لفظنا للرفع، لأن لفظنا كزميرة بو رفع بكار دجيرة كزميرة متصلة وكنلنا فاعل كيتي وكو بعنا مثلا تولتي وكو جئنا أعوى. وللنصب بحاطي نسترج بكار دجيري وكو فإننا إن حرف مشرف فيه لو ناكتيا اسم كيتي. وللجر بوزرج بكار دجيري وكو بنا كليرا دا ناكليرا كان دا تيا مجرورة بتي ببيك. إيه أو مثالك خوشتر لا شعرك لو هلا آخر السورة آل عمران دا هيا ربنا إننا سمعنا مناديا. ربنا أو نال يدا مجرور شنك إضافة رب كلاب ولا شنك منادى منادى مضاف. إيه إننا إننا أو إن لا يدا اسم حرف مشرف فيه لو ناك اسم كيتي سمعنا ناك فعل سمعي أوش أو بله. ومما يستعمل للرفع والنسب والجر الياء دوباره بو لو زميلاني كبو رفع نصب جربه كارد جيري يا فمثال رفع اضربي اها اضربي تاولي. ومثال النصب اكرمني اضربي لولا فاعلة. مثال النصب اكرمني نونك و نون وقايك مفعول كيتي. ومثال جر مر بي او لولا او يا ب بيك مجرورة. البته إشكال تدا هي دواتر إشكالك الدلة بوي بعصينا كلهم. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم لفظي هم إجل هرسي شان دابا كان لجري. فمثال رفعي هم قائمون تاولتي هم لدى مبتدأ مرفوع. مثال النسب أكرمتهم
متوليتي هم مفعولي أكرمي مثال جري لهم إيه دي أمتى وقت يك شارح باسي أودواني كدك باسي يا وباسي هم دكاد لحالك ابن مالي فقد نابع زكا برسالت بشو برسالت بشو دا وقت يك وايا أودواني كجبو هرسي محلك بكاد جيلان دي أباشو ابن مالي بو باسي نكتن فقد بعض نايكر أيضا فرمي وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه بويا مصنف بعض ياؤهم نايكر شونك ياؤهم وكنا ناتشا لهر صورتك لهر حالتك دا استنى الزمير متكلم مع الغير هملا بنادا هملا إن نادا هملا نل نادا إيه زرتك شو قال لي أننا هذا لا تكون لرفع نسب الجر والمعنى واحد نا برفع أدب ونسب أدب وجر أدب معنى كي كي وهي ضمير متصل في الحوالي ثلاثة الزمير المتصل لرس حالتك عنده بخلاف الياء الفيتوانية فإنها ياء وإن استعملت للرفع والنسب الجر بل بكار دجير برفع ونسب وجر ولولا شو كان ضميرا متصلا في الأفعال الثلاثة دي هرجا وكوه وكنا ويا زميري متصليشا لارس حالتك دا بلام آخر لم تكن بمعنى واحد في الأفعال الثلاثة لارس حالتك دا وكنام زميري متكلم مع الغير بو أو يا ألردا لارس حالتك دا مثلا يحالني مثلا جون لأنها لبدا وياء في الحالة الرفيع للمخاطب البتاوى للمخاطبة باشترا أو بلاشا ما بس يوكو الجنس بيوكو الأخوار محقق ويتوضح دا شونك أول حالة رفادة بومفرد من النسي مخاطبة تعولي أو وفي حالة النسي والجري لدو حالة النسي والجري داوكو أكرمني يا مر بي للمتكلم ومتكلمي وحده ديو دبني اللي هرسي حالته أو يا يك حالة دنيا إيه وكذلك هم جبوا جوريا لأنها هم وإن كانت بمعنى واحد في الأفعال الثلاثة دي هرتن هم زميري جمع مذكري غائب لهرس حالته أما فليست مثلنا بو وكناوانية بو لأنها لبل أوي هم في حالة رفع زمير منفصل لحالة رفع أداء زميري منفصلة وفي حالة نسبة الجري زميري متصل أما لا دو حالة نسبة الجري زميري متصلة شو كي مش بحث لمتصل لكن بحث لزميري منفصل ناكين إذا جيش بنا بعصي زميلي من فصل تاوكو بعصي محلي أرابي زميلي من فصل كين إيه إما هجال الزميلي متصل دين بل هم بيق معنا لهر في حالة بلا منتا لحالة شان دا واقع عن زميلي متصل نيا أيوانيا لحالة كان زميلي من فصل لك حالة رفعي بلا نجو حالة نسبة دردا بلا زميلي متصل بس لبال خاتي هو لحالة كان لإتصال دكتوري بويا ابن مالك بس يجينا كده بس بعضنا كدنيا أوهم جاي خوي وا ودبي بس يجينا كده إيه زور باش وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم على ألف واو نون أو دوانا أو صيان عفو ألف واو نون لما غاب وغيره بو غائب وغير غائب كاد جيدا كقام وعلم وكو قام وعلم إيه زور شك إيه سليرا دا لشرح كدا بحث يكين عرزي برادري خومك قام أو ألف بو غائبة إعلما إبوتيا بو غير غائبة كمخاطبة أوشعو واوك جوايا تاولي نونك جوايا أو كالشرح كده توضيحي دي أما ليرا كندا مبالي إشارة يبقين بدو مطلب يك بمسي زميلك ألف واو نون لردا ديهيني لقل نادا لشعري بيجودا
او اشاره برو هندك لاقسام بارز كما لاقسام زمائر بارز مرفوع چونك هم نا هم الف هم واو هم نون هر هم نون او انا زمائر بارز لهم مش مرفوع او او تنا بحر سحا او تكام بكاداد حاطر فشت يدا ما يوتي لضربته وضربته ماو تاوكو عرزي زناب الدكم متكلمي وحده يما يوي مخاطبه كل تضربين دا او حال يلزم نبي او انا شهد زمائلي بارز بس عرزي برادري خوم كم امجا زميلي مستطيل بدوا دادت ككلا دبنا شانزا باش اقا كوان وكيلا واقع دا بس او نا كباسي كردوا لشعري بيشو دا الف واو نون لم شعر دا امانا لزمائل بارز مرفوع حساب لك باش انتهى ضربت ولا بيدا ترقيت ضربتو يش لمفرد بنسي مخاطبة دا امزا زمائل مستتير كدينا بيشو او عطا زمائل مستتير او كربتي ببارز نيا چون كان زميلوكو باسمان كد بقشتي دو بشا يا بارز وشكلك وصورتك للفزة موجود هيا ولا خطي شاهيتي يا نولا اونيو مستطيل وشاراوين هيت شكلي قلنا لا لفظة هيا لا خطة هيا وكو زميلي مستطيل او باشان النكتي كلا باري نحوي وك خارج لتشوار شوي زميل بيه لشي اللي فيشو دا فرمي للرفع والنصب وجرين ناصلح جري با عرزي برادري خوما كم بنكيرا عطف كدو بوصد رفع نصب كمعرفة لذا بالعكس وألف والواو والنون الواو والنون كمعرفة عطف كنو بوصد ألف كوان نكيرا لعطف دا باسي أوشتناكا بلان لردان لمشعر دا لمشعر دا أودا جنككاكا عطف معرفة بوصد نكيرا دلستا نكيرج بوصد معرفة دلستا عطف كيتا أوش أو قاعدة سيدا سأل بابتك خوما أو أفرمي والألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة ألف واو نون لزمائل مرفوع متصل زمائل بارز مرفوع شن واتا زمائل بارز أوها شكلك هيا للوزابوين زمائل مرفوع شنك فاعل زمائل متصل شنك بعامل كان وصم خوما زمائل منفصل أو جاء أمزادي قد فرمو أما يك قيد ضروري ضرورية ليرة كندا أرزي برادري خومكم بتابة بنسبة ألف واو باشا ألف واو ألف واو لزمائل رفع متصلا لشدة لفعل كندا على أفعال ده أما لاسم فاعل دا لاسم مفعول دا وكو ضارباني مضروباني ضاربونا مضروبونا بواوا أو واو ألف لاسم فاعل دا حرفا فاعل كان مستتيرا لا تنتهي نتسيرو أما قيد يكا زور كس بحلا لسيتي دا شوك لاسم فاعل دا ألف واو قد حالتي أوانية كببنا فاعل وكل فعل دا هنا جاول لي بلان ليس فاعل لا قد وانيا بلقو هميشا زميلك مستطيل لو شوانانا دا جاروشا زاهد دا بيابرتا بلان لا فعل دا هميشا كألف بيوبو واوي بيوبو أو ألف واوا اسنو زميلي فاعل إيه زور باش وتكون للغائب والمخاطب أما أنا بو غائب بكاد جيلين بو مخاطبش بكاد جيلين إيه زور تشاك فمثال الرفع عفوا فمثال الغائب مثال غائب وكأم مثال الزيدان قام والزيدون قاموا والهندات قمنا است قام الف قام او الف تشاولي بو غائب كان جيلا قاموا وك بو غائب كان جيلا قمنا شنو نك بو غائب ايه زرتك ومثال المخاطب اعلما او امرا اعلموا وش المخاطب شنو كامرا اعلمنا اي مخاطب هذا الامر ايه ويدخل امجا ايرادك لابن مالك دكره شارح
ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد. علي داخل دبيت الجير قصي مصنفين لا أو فرمديك مصنف دي فرميك وألف والواو والنون لما غاب وغيره، لما غاب وغيره كدرب غائب غير غائب غير غائب مخاطب جدا قلت ثمانية متكلم جدا قلت يعني مخاطب متكلم دينا جر أم غيره يعني لجر غيره لا زيان لبيته دي لحالك دا وليس هذا بجيد أو قصيكي دروزنيو شتيشي قوي وجوانية كابن مالك قاعد فرميه بو چونك ألف واو نون فقد لغائب مخاطب داهن لم تكلم داهن نيمان بخوشي دلعي لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا چونك أنسي دانا بو متكلمنا ابن بقرار قطعي بل إنما تكون الغائب المخاطب يا متكلم يا بو متكلم يا بو غائبا كما مثلنا لكم مثال من هنا يا وانيا بلان لولا ابن مالك دلعي لما غاب غيري بو غائب وغير غائب دي غير غائب مخاطبش كغير غائبة متكلمش كغير غائبة دي لحالك ألف واو نون ناقلته أو إرادك ابن عقل ديقله أم جاء أمن هم شفية مواية لإرادة قلتنا دبي إما يكشد رتاوكين لإنتقاد دا يكشد رتاوكين هرخنا وإنتقادك جي خوينيا هرخنا وإنتقادك واردنيا إتو وانبو كتو إرادة قل لكسك إنتقادة قل لبابتك أو إنتقاد إرادة وارد بي وجي خوي بي نأ دكتور تو به حالات شو بكلير دا الشارع به حالات شو ومن أول بعد تشم للسيبتي ده هرب حس كده بو شو كآخر لير دا بلق بلق سكوايا غير غائب متكلم شو مخاطب شو بلان جناب ابن مالك قرينة كدا و بو قرينة بو بلقة دي سلمينه كما بستي بغير غائب فقد مخاطب تشاولي ابن مالك قرينيه كده وبو غير غائب كغير غائب ما بستي فيه فقط مخاطبة متكلمني قرينيه كتش يا مثالك كقاما وألما ألف قاما بو غائبة ألف إعلما بو مخاطبة بمثالك دفعي أو توهمي كده دبتو تا آخره که بروی جمزه ایراده که بگری وقت دیگه تا آخره که ابن مالک دو مثال دینه تو مثال بو غائب مثال بو مخاطب وقت مثال بو متکلم ذکر ناکا پس دیاره لیوده غیری غائب ما بس سیپیتیه فقط که مخاطب اوش او ایراده او جواب دادره توانه لواقع دا بلا احضار چه أوش أو تاو تايرا دينا سر بابتي چيكا أوش عرش دخوينينو لزبحسي زمائري متصل چيا دينا دروا ومن ضمير الرفع ما يستطر كفعل أوافق نغطب إذ تشكر لزمير رفع تشاولي أما لسر زمير رفع قيد متصل بنص قيد أما داخل كتابة كنيا وكو حاشي يقولون متصلة كمقيربة مرفعي كمتصلة مرفعي كمقيربة بمتصلة لزميري مرفوع دا كمتصل بيت همانا يستطير عرضي برادري خوما كم ليرا كان دا ما أود بيتا مبتداي مؤخر لواقع دا ومن زميري عرضي برادري خوما كم أود بيتا خبر ايه زورت شاكتا
ام شرا چن قصيله سرا بلان بداري شركه تاوكي لزميري مرفوع متصل ما زميرانك هن كوا مستتر دبن وكو افعل كفعل امر وافق نغتبت او بمزومي لغنتون كجواب امر فعل امر مذكري مخاطب مفرد مذكري مخاطب استارة زميلكي اوافق متكلم وحده استتارة زميلكي نغتبط متكلم على الغير استتارة فاعلكي اذ تشكر تشكر مفرد مذكري مخاطب مزارعة استار زميلكي إيه استارك استاري وجوبية نغ بلين استاري جائزي ام استتارة ام مستتر بوني زميلة بو ام تشوار بابتك مهناويتي لخدمتان اسك استاري واجبيه بلان دي قد فرمون ظاهر عباره ابن مالك او ناجينك اصلا استارك واجب بيت چونك دله لزمائر مرفوع هما زمائر كمستتر دم لناو زمير مرفوع دا زمير هيا كبلين مستتر دبت لناو زمير مرفوع متصل هما كمستتر دبت وكو افعل وافق نغتبل استشكر إيه جائزتي اما دو قصمان هيلا سر ام شعري جاء دو او دسين سر شرحكي ايه عرزي برادري خوما كم كدلو من زمير الرفعي او من زميري جار مجرورة ومتعلقة بمحذوفك او خبرة باشا باكا بياش كوتني خبر فائليكي هيلا ردا دقة فلمو پیش کوتنی خبر فایده یکی هیلی داده. فایده که چیه؟ اویا که زمیری مستطری ترخان کردو و عرضی جناب دکم رب داوته و بمرفوع فقط. و من زمیر رفعی. پیش کوتنی او جار و مجلوده که خبره خبر لبابتک داده که مستطر بونی زمیر تعبتها فقد بزميرك وكمحل رفعها بيت لنتيجة إما بودقين كزميري منصوب مجرور مستتر بنيانية بقرار قطعي ابن مالك لخو أم كتابي ما عندقار نبوة لخوني أم كتابي ما وتواني وبوت منهج درسي لهم الدنيا ومن زميري كخبرة خبر كبيش دكوي لخونا ببيش كوي دبيه غرزك هدفك بدو اخوي دابينه لان دا هدفك چيا اوياك مستتر بوني زمير چاولي اختصاص ددا چاولي اختصاص ددا بچوا بزميري مرفوعه يعني زميرك قرار مستتر بيت دبي زميري تبت زميري مرفوع بيت مستتر بوني زمير تايبت بچوا بزميري مرفوعه زميري منصوب مجرور لو بابتات يعني ايه چونك زميري مرفوع عنده جا للفظ عبو باشا للفظ عنبو تبلا تقدير دابلك او كي تقدير كلمة مستطيلك او بلام غيري زميري مرفوع بيدلام فضلة اقل للفظ عبو باشا اقل نبو ايه هج داخوازي اقنية بو اوي كيما بلا مقدريكي چونك اگر عرضي جنابتان لكم وقتك للفزا بفرض مثال معدوم بو نما لباري لفزي دا زميري مثلا غيري مرفوع نما اتر او عرضي برادري خومكم تازه ايمن ناچين ولا تقديري كين چونك هاتني او زميرانا ای زمیری نسبه به تایبد یا امزا یوکی که شهر با جوره زودتر کاری را بده کن اگر للفظ بون باشه نبون تازه تاو حالت مستطیر بونی نیه لناو فعلا کنه اه او مطلبه مطلب دوم اویا ام شعره بحض لاستتاری زمیر دکا لکومل فعل ده بلام چشکه اویا مستطیر بونی زمیر لأمر متكلم وحده متكلم مع الغير لمفرد مذكر مخاطب دام مستتر بون استاري أو زميلانا وأجوبية
بلان لم عبارت دا هیچ ظاهران هشتگ و تنگ ناکوه که اومان پی بلا ولا استتاری ام زمیرانا وجوبیه چون که دلال زمیری مرفوعی متصلا زمیرانک هیا که استتیرون مستتیر دبن او عبارتك او دقينك واجبة تضادفا عبارتك او دقينك كجائزة استربونك ناق واجب به إيه؟ اما نكتيك زور حائز حمية او ايه كمن لشرح سيبتيش اقصم لسر كدوات جوريك ولا ندابا بجوريك اقصي لسر كين اقصك نبيتا يقصبا بيتا دو قصا إيه؟ لا اوائلي سورة بقرة دا دقيق نازانم اعتي تنده چون كمن زور كولم لشماري آياتان دا دقيق ولو الله يستهزئ بهم لبيش آياتا دا فرمي وإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا باشا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون شاوتان لمستهزئون بأما أو دعاء أمزا دس في ركات آياتي دعاء وأفرمي الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمقون زمخشري قولة أفرمي أو بو مطابقين كدوا لقل استهزائي أو كوملا نخوش ومنافقك اوان خواهي قولة بوصف بوهنا والمستهزئون واذا خلو الى شياطين وقالوا انا معكم انما نحن مستهزئون باسم هنا يتي بلان بو او كيدواي خواهي قولة الله يستهزئ بهم بو استهزئي منافقك باسم دينات بلان ايخوي بفعل دينات دقدكي جي برسالة بابي فرمي الله مستهزئ بهم وذل يستهزئوا جاوز تفسيري كشاف للاني ولا خزمتي يعني بلان او خدومة ولويدا دقلك الزمخشري جوابكي سيدة داد كده فرمي او استهزايا لويدا بس جوري جملة اسمية كهاتوا مفيد سبوتا يعني بردوام اهلي نفاق لحالي قالتك دم بدين دا بلهم خواهي قولة بجملة فعلية جواب داتوا كجملة فعلية بفعل جواب داتوا اعطى جملة فعلية اسمية بفعل جواب داتوا كفعل كفعل مصارع يعني اوانديك اوان ببردوامي تاول لي خريك استهزاء وقالتوا مسخرا خواهي قولة ببردامي أو كار أكاتو رد يعني لأداتو رد استهزاء كان ما بس أو هي كلوية دا فعل مزارع مفيد دواما نك أو حدوث تجدد دقيقة أو إيرش زميري مرفوع به يعني ببردوامي او زميري مرفوع متصلة ببردوامي مستتر دبيت مثلا وقتك تهدلي فلان يعطي زيد يعطي او تو خبرك ابو ناديك كابرا دتمني لجفان دابو بخشي ويتي تازبو بفلان يعطي نا وقتك بمسيغيا كتو او تعبير ليدي ديتواني ما بس الأوية دأبو شأنو حالو وزعي أمبيا ووايا ببردوام خريكي بخششو سخاوتا أوش آوايا كيبن مالي فرميت يعني ببردوامي أمانة تبن مستفيد دبن جا لشويني استتاركا لو شوناني كزميلتي مستفيد دبن شو شويني ناوا احتسك ينقسم الضمير إلى واجب مستتر وبارز ايزو تشاك زمير دابش دبي بو مستتر بو باريس والمستتر الى واجب الاستتار وجائزه ام جاء مستتر بل واجب الاستتار بل جائز الاستتار والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل الظاهر ما لا يحل محله الظاهر والمراد بجائز الاستتار ما يحل
محله الظاهر ما بس بواجب استر كام يكاك اويك نكل لجيكاك ده اسم زائر ده بندرت الذي واجب لجي واجب الاستر الذي او ضميره نكل اسم زائر ده بندرت اسم مثال يقولكم مثلا اضرب كاسته اللي اضرب ده انتهى است انت هش اسمه ظاهر نتونه جيب بگیرته حتى بيقول اضرب تعو انت تلا مقدر بيت لا مستتر بيت بلان جائز استر اويك وجائز الاستر اويك جيكاك اسم ظاهر تيا بريكات ولا لو قدر او جاء البتاء اول كجائز الاستاد لما يحل محل الظاهر اوات توجيه تفسيرك كبكره بجي او زميره بجي او زميره كمستتره عاملك مستلد بس اسمه هي ظاهر ده يا بس زميرك منفصله شو كان زميري منفصل ايش منفصل ايش دقيقا حكم اسم زاهرية بس مثلا زيدون قام يسدر سبلي قام أبوه إشكالية الدنيا يا ما قام إلا هو أما لواجب كذا نمستت ن اسم زاهر كذا سيتجاي مستتيرك لواجب كذا نزمير منفصلك أوش خالك كزرورية وزانينك وذكر المصنف في هذا البيت من المواضيع التي يجب فيها الاستار أربعة مصنف باسي كل لم بيت دا لو شونان دا كبواجبي لوان لو شونان دا استار دا شو دا نشوني باسكر من المواضيع التي يجب فيها الاستار أربعة لو شونان كواجب دا باللوية دا استار شو دا شو دا نباسكر الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل فعل أمر بمفرد مذكر مخاطب وكفعل يعني أمر مخاطب نك أمر غائب التقدير أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه أم زميرة دروزني إبرازك دريخيت شنك لأنه لا يحل محله الظاهر بد شنك لجي أم زميرة اسم زاهر قطعا جناغرت لا تفلا تقول افعل زيد اشتوانية فأما افعل أنت أغشتي آوهاتها فأنت توكيد للضمير المستتر في افعل أغشتيك أبو جورها أو أنت تأكيد أبو زميرة كمستتر افعل لا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أهوانيا؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة عادة أخذ اسمك الظاهر أتر دكيته وبصر زميرك متصل دبي أو زميرة متصلة تأكيد بخوة بزميرك منفصل للشيوي خوي إسا اللي ركانا دا أقاتو تماشا دكي دي قتل كربية جالبة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة لا اسكن دا أنت مقدرة زوجي أتف دكين وبصر أنت مقدرة بلان دبي بيش أو كارب كين أو أنت بأنت كي كين منفصل كي لب كين تأكيد كين شونك آخر أنت دو أنت معنى أنت معنى متصلة مستطير دبي لزميلك لعاملك يخوي دا كلا فعل مزارع مخاطب دا ولا مذكر مخاطب أمر دا تقول لي أنت كش معنى منفصلة أنت قائما تقوليتي لا أول وهاتوا متصل يا منفصلة ده قد كيف وقع أمان وكتك باشان أقشتي شواردة أو كاكا تأكيد بوزيمن المستطلقة كالفعل كدايا وليس بفاعل فعله فاعل إفعال للتقنس يبوه للصحة الاستغناء عنه شو قد توتواني اللي بين يازمي تقول فتقول إفعال ولا إفعال أيوانيا بلان فإن كان الأمر لواحده أو لاثنين لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برض الضمير أما أجر أمرك بو مفرد مؤنس بو مؤنس غائب مخاطب مخاطبة بو اثنين بو تثنية شبو مذكر شبو مؤنس أو لجماعة يا بو جمع بو شاولك هاك الجن تجمع مذكر تجمع مخاطب برز الضمير وزميلك باريس تبيت إيه تولى إذربي إذربا أو يك باريس بو إذربا سأقول ألف كباريس بو إذربو واو كباريس بو إذربنا هرب وجوله بو شوك أما لباب فعل هذا إخوانين ده كل اللي جاي أمانة وكل رأي فعل هذا إخوان اسمه كذا ده بندرز مثلا بلا متى عاملك أو كاتا مفرد به إتر أمجا فاعلك
بشكل تصنيع جمع درجات او كان بابي فعلي جدا يخويني نقول لك تبقى كان كشاخ من دمانا او او از امریکا باریز بوکا که دویده بالچک الثاني الفعل المضارع الذي في اوله الهمزة فعل مضارعك كالاول كاي همزة بيانيب ومتكلمي وحده بيت نحو اوافق والتقدير انا ايوانيا بلا فين قلت اوافق انا كان انا تأكيدا للضمير المستتر اجا واد بيت اجد بارا تأكيد ابو او زميل مستتر كلا اوافق داهي لفعلك داهي أمش أنا جدو بارا دو جورا منفصلي هي ومتصلي هي أو أو الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون فعل مضارع كلا ولكاتي هبي نون هبت نحن نغطبت أي نحن أي نحن تيا مستتر بلا الرابع الفعل المضارع الذي أيش أيش البتا مستتر هي كمتصلة لقل بارز شيء يعني كمنفصل شيء هي نحن قائم مثلا تقول نحن قائمون مثلا سأولي باشان الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد فعل مضارع كالأول كاتهبت بخطاب مفرد بمفرد مذكر مخاطب نحو تشكر أي أنت سأولي كاكا أكو أنت البلي ركان ده نهي مخاطب شهر وارد به نهي مخاطب نهي مخاطب جواري دبي فرقناك تضربو كمفرد مذكر مخاطب لا مزارع ده لا تضرب جواري دبي شو كشر مزارع علاقة لا فرقناك أو بلان فإن كان الواحدة فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير أجر خطابك بو يقبو يا بو دوبو أيوانيا أرزي برادري خومكم أو لواقع ده دبيني يا بو جمع بو او زميلك بارز به وكنت ولا انت تفعلين او تفعلين ودقيقا تاولي او ايك بارز بو انتما تفعلاني او الفك بارز بو انتم تفعلون واوك بارز بو انتنا تفعلنا لسر وجده هربو تتيبا مثلا تولي انت اذربي الزيداني اذربا مثلا الزيدون اذربوا مثلا ابو جلا هذا ابو جلا يا مثلا تولي انتما اذربي يا انتم اذربوا يا أنتنا اذربنا مثلا أبو جلالة الزميلة كباريس تبهل أقعد أو ليلة دا إياك لتفعلين دا لتفعلين دا ألفكو لتفعلن دا واوكو لتفعلن دا أو نونك باريس بو زميلي باريس نونك إيه هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الزميلي أو شوينك كمصنف أو كديمان تايرا أرزي بلادري خونكم أو شوينانا كوا مصنف باسي كدن لو شنانه كوا زميل لوان ده بواجب استاده بمن كل شنانه كزميل تيا واجب الاستارة هم لستيبتي ده باسم كدو هم لا قطر النداده بلان هنده شويني كهن مثلا بونا منا اسم الفلك كبامنا امر بيت او او يا اسم الفلك كبامنا مزارع بيوكو افن يا او كمان انا يتدا مستطيل ده بي فعل تعجب ما أحسن زيدا مثلا أفعل التفضيل تاولي زيد الأفضل من عمري لا أفضل دا زميلك يتيته أبو محمد استاري وجوبي له شنو دا أو تلو صورتي لأينا لصورتي كي دا كصورتي كا بمسلك وحل مشهولة لأي دا فعلك باريز دبت خلاصي كلام مستطير نابع أو أو عرزي برادري خومكم باشان هربو جوريا بله أفعال استثناء من هن دوباره أكو خلاو عداو أوانو ليسو لا يكون أما نجوا كتبيعة زميلي أنت يا مستتر دبيت إيه باش شككتو أنا أو مصريك لجي في الأمر لا تشكو ضرب الرقابي ضرب الرقابي أو زميلي تلا مستتر دبيت أو أو أما نشونا لكن كوا عرزي برادراني خومكم واجب زميلي أنا لا تسبب مستتر دبيت بلا مو مثال جائز الاستثاري أو بشان كجائز الاستار وكو زيدون يقوم أي هو وهذا الضمير جائز الاستار أم زميلاني وكو هو به جائز الاستتار بو چونك لأنه يحل محله الظاهر چونك لجيقا كده الظاهر داك لدامنشي طولي زيدون يقوم أبوه
وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة. وهل بجور هر فعل إسلام دل بر مذكر غائب وبر مفرد مؤنث غائبة وكين دون تقوم إذا أرزي برادري خومكم أو لواقدة استاركي تيا جائزية هر فعل إسلام دل بر مذكر غائب يا بر مؤنث غائبة تقول لك استاركي جائزية وما كان بمعنى هو أوش كاب بمعنى فعل بيت هي بمعنى بنو بو فعل التي لا للصفات كان يعني هو كم مثلا اسم فاعل اسم مفعول مثلا بقول تور زيد قائم أي هو أيوانيا مثلا أو زيد منصور أي هو مثلا زيد الحسن أي هو مثلا أو تعالى وكي ما بسمان كده زميلي تبو متصل بلان يك إراد لم تبقى كالأول شو بحث مان كردوا ذاتي ألفية كنت عيد درسة كمان وبو إرادة توايا كم ذاتي ألفية كتابك بو كتابك مقدماتينية متوسطية براستي إيه كلا سطح عالي نحودانيا بلان متوسطية ودبي شرحي كي عالي شي لسر بكرت چونك أصل كتابك كتابك بشرح وكدك لدبي ناوي شرح كتاب تاو مبسوط اما لحد متوسط بلو سربي بلان براستي ام شرح ابن وقيل كشرحه باشا بيغمان بلان لحد شوي لا زور زور با خاوي بسستي چوتا بيشوا زور توضيح كي كمو كرتي داوا كزيات الفيويس بو او بلان كان يكدو ونمزا لانو شنجد دكرا جوانتر كوي وكاكو كارشي بداخو نكدو بارحا والله خواهي يورب هذا الشيء بخير بداته دعاي بخير جبوئين وكانوا إيمش فلا مجمكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.